مستشفى لعلاج حصوات الكلى، حصوات واملاح الكلى بشكل عام، بس زي ما قلنا الواحد او واحد ونص ماكسيمم بالنسبه لحجم الحصوه، عشان ما حدش لو حد حجم الحصوه كبير عنده اكتر من 2 أو 3 أو 5 مش هنستخدم بقى في الموضوع ده، لازم يرجع لطبيب ونشوف اي وسيله تفتيت، سواء تفتيت ليزر او تدخل جراحي ايا كان الوسيله اللي الطبيب هيستخدمها. يعني الاعشاب دي مش هتنفع غير لو حد حصوته 1 سنتي او ماكسيمم 1.5 سنتي. 1.5 سنتي ده اخر حاجه يقدر يستخدم معانا الاعشاب دي. بالظبط كده. احنا قلنا الحلفبر، الحلفبر موسع وعائي. هنستخدم حاجه اسمها بذر الخله، ودي طبعا معروفه من اقوى مدرات البول على الاطلاق. جديده في حلقتنا بذر الخله دي. بذر الخله طبعا مشهور جدا. لا ما سمعناهاش قبل كده في الحلقات بتاعتنا. لا احنا كل مره المرة دي في حاجات تخصصية شوية، يعني مثلا بذر الكرفس برضك مهم جدا في الوصفة بتاعتنا دي، لأن ده يعتبر برضك من أقوى المدرات بتاعت البول، لأن أنا محتاج إن أنا بعد ما أوسع إن أنا محتاج إن أنا أدفع الحصوة دي علشان تقدر بعد كده إيه تخرج. يعني إحنا قلنا بذر الخلة وبذر إيه تاني؟ كرفس. ما الأول حلف بر، بذر خلة وبذر الكرفس، وفي بذر البقدونس. أيوة. وبذر الشبت. تمام. لو محدش لقي البذور دي مثلا، نفترض جدلا، ممكن وصفة سريعة وبسيطة جدا للمسألة دي، ان هيجيب بصلاية، بصلة من اللي موجودة في البيت، ده من غير التركيبة، الناس اللي مش ممكن توصل، اللي مش لاقية التركيبة دي، مش لاقية تروح عند عطار كويس فيديلها الحاجات دي. هتجيب بصلاية وتقطعها 4 أرباع، تحطهم في لتر مية، وتجيب عليها حزمة شبت وحزمة بقدونس وحزمة كرفس من عند الجماعة بتوع الخضر، وهتروح مقطعاهم وتغليهم في لتر المية، وبعد ما تسيبهم على النار لمدة 10 دقايق بعد الغلية الأولى، هتروح مغطياها وسايباها لمدة 12 ساعة، وبعد 12 ساعة نبتدي نصفيها. طب والبصل ده يعني إيه بصلته؟ إيه فايدته يعني؟ لا البصل ده يعتبر مضاد حيوي، هيكون كمان مسكن قوي جدا للتقلصات الكلوية. ليه فوائد كثيرة أوي. وليه فوائد كتير جدا كمان، غير إن هو أصلا برضك بيساعد في عملية تفتيح الحالب والمسام. طيب.